حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. انا كده خلصت الاكل وخلصت كل حاجه، بس اللي انا طالباه منكم وبقول لكم بعد اذنكم ادعوا لماما، لان ماما تعبانه قوي. تبقى كويس وتقوم كده بالسلامه وتنور الدنيا كلها وتنور يعني كل مكان في البيت وتضحك تاني ونعمل كل حاجة حلوة. مش قادرة اقولكوا غير هي هتشوف الفيديو طبعا وهتتضايق، بس انا كل اللي بقولكوا يعني دعولها بس ربنا يشفيها وتقوم لنا بالسلامة وتبقى كويسة معانا، يعني نفسي تبقى حلوة كده. معلش ان انا اسفه ان انا طلعت وبقول لكم كده، بس انا كل اللي بطلبه منكم كل الناس اللي بتحبنا وكل الناس اللي بتحب ماما واللي بتحب تشوفها تدعي لها، تدعي لها ان ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لينا وترجع تصور معانا تاني وتعمل لنا كل حاجه حلوه. عايزه اشوف الناس اللي بيحبوا ماما كلكم دول، ارجوكم كلكم دول وقفوا جنبي. ماشي، يا رب يا رب يشفيك يا امي، يشفي كل مريض. يا ريت تدعو لأمي وادعو لكل المرضى كلها يا رب العالمين. ربنا انت الشافي العافي يا رب، اللهم امين. سلام يا حبايبي.